السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة المجلة الكرام، فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. الموضوع ديالنا اليوم غيكون حول الدعم المقدم من طرف الدولة للعاملين في القطاع غير المهيكل والذين انقطعوا عن أعمالهم في هذه الفترة، والضجة الكبيرة التي وقعت بسبب كود الذي سيرسله صاحب بطاقة الرميد عبر الرقم 1212 وأي رقم سوف يكون. هذا هو الموضوع اللي غنتكلموا عليه. ففي الموقع للمملكة المغربية وزارة الداخلية الموضوع راهنا إشارة المواطنين لهذا الغرض، لكي يتكلم على عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا. فعملية الدعم المؤقت كما هو معروف عبارة عن مساعدة مالية تقدمها الدولة لفائدة الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل والمتضررة من فيروس كورونا، للقيمة ديالها ما بين 800 درهم 1000 درهم 1200 درهم، يعني إيداع الطلبات غيبدأ من يوم الاثنين بالنسبة لأصحاب بطاقة الرميد، والأسر هم الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل. إرسال رقم بطاقة الرميد عبر الى الرقم 1212. يعني الشروط استفادة كما هو معروف في المرحلة الاولى ان يكون رب اسرة او مخيط في النظام التغطية الصحية اي الرميد، ان تكون بطاقة الرميد الخاصة بهذا الشخص صالحة الى غاية 31 من دجنبر 2019، وان يكون من الاشخاص الذين فقدوا اعمالهم او توقف نشاطهم المهني جراء جائحة كورونا. المرحلة الثانية للاستفادة على الرغم من الاستفادة من عملية الدعم المؤقت أن يكون مستوفي للشروط التالية: أن يكون رب أسرة، أن يكون من فئة الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم أو توقف نشاطهم المهني جراء جائحة كورونا. فعملية إيداع الطلب كيف ما كتكون، يتم إيداع الطلب عبر إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر الهاتف المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وهذا الرقم هو اللي دار ضجة لأن فيه رقمًا، واش رقم البطاقة أو لا رقم شخصي للتغطية الصحية. وكما هو موضح في الصورة اللي في الموقع ديال الموضوع على هذا الغرض، يعني كيبان بأن الرقم اللي غيدخله الشخص هو رقم التغطية الصحية الشخصي لرب الأسرة. أما في المرحلة الثانية اللي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش كذلك الرميد، فغيكون بوابة تفتح مخصصة لهذا الغرض باش يتسجلوا الناس، أو الكيفية إيداع الطلب في الأيام المقبلة، الطريقة اللي غيتسجلوا بها أو اللي غيدفعوا بها الطلب ديالهم غتكون في هذه الأيام إن شاء الله، وغنتكلموا عليها بتفصيل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو لتتوصلوا بالجديد.